نصل الآن إلى فقرة ضيف اليوم. الجزائر سنة من الحراك، يدخل الحراك الشعبي في الجزائر سنته الثانية بعزم أكبر من قبل المحتجين على الاستمرار في المظاهرات المطالبة بالتغيير الشامل والجذري للنظام. ويبدو أن الوعود التي قدمها الرئيس عبد المجيد تبون لم تفلح في تهدئة الشارع الجزائري. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط عبر الأقمار الصناعية الدكتور عبد الرحيم منار السلمي، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني. أستاذ منار، إذن الحراك الجزائري يدخل سنته الثانية الآن، نريد أن نعرف في البداية كيف يبدو المشهد الجزائري خلال السنة المنصرمة؟ إذا حاولنا أن نضع علامة كبرى أو عنوان كبير لسنة من الحراك داخل المشهد الجزائري، يمكن أن نقول ما يلي: دولة تعيش اضطراب سياسي ومؤسساتي، يحكمها الجيش برئيس مدني معين من طرف قائد الجيش. هذه هي المعادلة التي يمكن أن نختزل فيها سنة من الصراع. داخل هذه المعادلة يمكن أن نلاحظ أن الطريقة التي حكم بها الفاعلون السياسيون الجزائريين هي اليوم تعيش ما يسمى بنهاية مشروعية تاريخية. القائد صالح قبل أن يموت استنفذ كل ما تبقى من المشروعية التاريخية التي كانت تحكم بها الجزائر وكان يستعملها الجيش. هذه أول نقطة. ثاني نقطة، أن الجزائر تعيش اليوم معادلة صراع موجودة في بعض الدول الإفريقية لا ينتبه إليه الكثيرون، وهي رئيس مطعون في شرعيته تبون لحد الآن، يرفضه الشارع، يعتبره الشارع بأنه من ورثة بوتفليقة أولا، وأنه جيء به من طرف قائد جيش في انتخابات تقول معدلات المشاركة أنها لم تتجاوز 10 إلى 11%. على مستوى آخر، حراك يستمر في الشارع ويكاد يقول اليوم يكون هذا تقارير تقول بأنه أطول حراك في تاريخ الدول، بمعنى سنة يستمر بطريقة منتظمة كل جمعة وثلاثاء. أكثر من ذلك، أننا ندخل النسخة الرابعة من الحراك، والذي يركز على هذه نقطتين مركزيتين، وهما مسألة انتقال الدولة من دولة عسكرية إلى دولة مدنية، لا زال الإشكال مطروح. المسألة الثانية، وجود رئيس من ورثة بوتفليقة، بمعنى لا زال هناك استمرار لبوتفليقة. طيب، في هذا الإطار أستاذ منار، هل هناك تغييرات قد تكون حدثت في علاقة الرئاسة بالجيش وفي مركز الجيش داخل اللعبة السياسية الحالية مقارنة بمرحلة بوتفليقة؟ في مرحلة بوتفليقة كان هناك الجيش يحكم، ولكن استطاع بوتفليقة أن يزرع نوع من الانقسامات داخل مؤسسة الجيش، بمعنى كنا نتحدث عن الرئاسة ونتحدث عن الجيش. وإن كان مثلا منذ سنة 2014 حسب شهادة سعيد بوتفليقة الذي يحكم البلاد وهو القائد صالح، ما وقع الآن وهو يمكن أن نقول بأن تبون هو سلم كل السلطات إلى الجيش، وهنا أعود فقط إلى الجريدة الرسمية الجزائرية التي في 9 فبراير، التي بمعنى قام فيها تبون بإعطاء الصلاحيات الكاملة لشنقريحة رغم أنه قائد للجيش بالنيابة. إذا الجيش هو موجود، ولكن يمكن أن نقول بأنه تراجع إلى الوراء وترك في الواجهة تبون. إذا ليس هناك تغييرات، الذي يبدو في الواجهة وهو تبون، وهو رجل إدارة، والدليل على ذلك أنه يرتكب العديد من الأخطاء، ولكن الذي يقرر هو قيادة الجيش. وإن كانت هناك معلومات تقول بأن قيادة الجيش هي منقسمة وهناك العديد من الخلافات، إذا ليس هناك تغييرات، يمكن أن نقول بأن الجيش عاد بقوة، لأنه من صعب جدا أن تتحرر الجزائر من هذه المرحلة التي مارس فيها القائد صالح السلطة. ولاحظ معي بأنه ألقى أزيد من 67 خطاب في مرحلة معينة، وقد نعود إلى هذه الظاهرة، لأن الشنقريحة هو يستعد، بدأ في زيارات العديد من المناطق العسكرية، وقد يعود ويوجه أيضا خطاب للجزائريين من التكنات. طيب، رغم كل ذلك، رغم إجراء الرئاسيات وصعود عبد المجيد تبون، الاحتجاجات لا زالت مستمرة رغم كل الوعود التي أطلقها، كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟
الاحتجاجات هي أولا منتظمة كما قلت. هناك أجيال الآن، الجيل الأول اللي كانت له مطالب، ثم هناك الجيل الثاني بعد إزاحة بوتفليقة، والجيل الثالث الذي جاء في عملية صراع مع القيد صالح، والجيل الرابع هو يدخل عملية صراع مع الجيش وصراع مع تبون على مستوى الشرعية، يطعن في شرعية الانتخابات. هناك استمرارية، ونلاحظ بأنه نفس النفس أكثر من ذلك أنه تعود بعض المعاقل القديمة التي كان قد توقف فيها الاحتجاج. مثلا هذا الثلاثاء عادت سكيكدا مرة أخرى، بمعنى أن هناك عودة معناه أن الجزائريون فقدوا الثقة في السلطة الحاكمة، أنهم لاحظوا بأنه ليس هناك تغيير، لاحظوا بأنه جيء برئيس آخر وهو من ورثة بوتفليقة. إذن هناك إشكال كبير، وهناك إشكال أعمق اليوم، وهو مسألة الجزائر ليست دولة أمة، والآن ستعاني أكثر. لماذا؟ لأن المشروعية التي استعملت منذ استقلال الجزائر اليوم هي تآكلت، لم يعد من الممكن مثلا أن نتحدث مع الجزائريين جيل جديد بالشرعية أو المشروعية التاريخية بمسألة القيادات القديمة. هناك جيل جديد يريد جزائر جديدة، يريد جمهورية جديدة. طيب، ضمن ما يجري الآن أستاذ منار، ما موقع المحاكمات التي تجري حاليا لبعض رموز النظام الجزائري؟ هذه المحاكمات أولا فيها العديد من الأصناف. الصنف الأول هي المحاكمات التي جرت بخصوص مثلا السعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق، هي الصراع حول السلطة. لا ننسى بأن المربع الذي كان يحكم هو هذا، إضافة إلى القيد صالح. مثلا الشهادة التي قدم السعيد بوتفليقة هي خطيرة، يقول بأن الذي حكم واحتجز بوتفليقة الذي هو مجهول المصير إلى حدود اليوم هو القيد صالح. إذن هناك صراع حول السلطة، انتهى بانقلاب من طرف القيد صالح على محيط بوتفليقة نفسه. المسألة الثانية نوع آخر من المحاكمات، وهو مرتبط بشبكة من ما يسمى بين مزدوجي رجال أعمال لهم علاقة بهؤلاء المتصارعين. إذن هي يمكن أن نقول بأنها محاكمات انتقامية، آخرها مثلا محاكمة الهامل التي بدأت ولا يمكن أن يكون لها تأثير على الجزائريين. الجزائريين يقول نعم لهذه المحاكمات، ولكن يجب أن تكون داخل إطار ما يسمى بدولة قانون. ليس هناك دولة قانون، المحاكمات تمت داخل محاكمات عسكرية. هناك صنف ثالث، وهو المرتبط بنشطاء للحراك الذين يحاكمون، وقد ينتج هناك قادة سيخرجون من السجون، وهذا إشكال آخر. إذن المحاكمات هي متعددة، ولكن هي آلية استعملت من أجل محاولة تشتيت الأنظار واحتواء الحراك. طيب، الآن تعطي نتيجة الآن. آخر سؤال وآخر نقطة أستاذ منار في بعجالة، يعني الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن عن يعني خلق أو إحداث لجنة لتعديل الدستور. هل هذا الإجراء يدل فعلا على أن جزائر جديدة إن صح التعبير قد تولد بعد تبني هذا الدستور؟ أولا هو يتحدث عن تعديل دستور، في حين أن المصطلح الذي يجب أن يكون أو المفهوم هو دستور جديد. تعديل دستور بمعناه استمرارية في 5 دساتير سابقة. في الجزائر هناك 5 دساتير، آخرها دستور بوتفليقة الذي صنعه بوتفليقة في رسالة وجهها بوتفليقة في فبراير 2016 إلى البرلمان، ويتحدث على أنه صنع هذا الدستور. ومن يقرأ جيدا الدستور الجزائري هو لا يحتاج إلى تعديل. مثال بسيط فقط، ما هو شكل الدولة في الجزائر؟ في كل دول العالم هناك تحول على مستوى الشكل. الجزائر لا هي بدولة دولة جهات، لا هي بدولة لا مركزية، كل شيء هو يؤخذ من طرف الجيش، وهذا أول إشكال. بمعنى لا تحتاج إلى تعديل، وإنما إلى دستور جديد، دستور تفاوضي. وأعتقد بأن مسألة الدستور سيعودون بدستور بوتفليقة بنفسه بمواده التي هي موجودة، سيكون هذه المرة دستور على مقاس تبون وعلى مقاس الجيش. إذا ليس هناك تحول، لأن الجزائر تحتاج إلى دستور جديد. نعم، وفق المطالب الانتقال من دولة عسكرية إلى دولة مدنية. الدكتور عبد الرحيم منار السلمي، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.